شيخنا الفاضل، هل يجوز إطلاق لفظ ألماني أو الليبرالي على من يتفاخر بهذه التسمية ويقول أنه ألماني والليبرالي ويعارض ألماني؟ ألماني. 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 أي نعم. ترى ما هي بكسر العين. ألماني. إيه. ويعارض علنا. الثاني. الثاني إيش؟ ليبرالي. وش الليبرالي؟ يعني يدعو الحرية مطلقة دون قيود. إيه. ويعارض علنا تطبيق الشريعة. الواجب على ولاة الأمور أن مثل هؤلاء القوم يحاكمون ويحكم عليهم بما يقتضي الشرع، لأن الذي يدعو إلى التحرر مطلقا من كل قيد ولو كان دينيا هذا كافر. وش معنى أن نقول أنت حر، صل أو لا تصل، صم أو لا تصوم، زك أو لا تزكي؟ معناه أنه أنكر فريضة من فرائض الإسلام، بل فرائض الإسلام كلها، وأباح الزنا واللواط والخمر. أليس كذلك؟ كيف يكون هذا مسلما؟ هذا مرتد كافر يحاكم، فإن رجع إلى دين الإسلام وكف شره عن المسلمين وإلا فالسيف. أما العلمانيون فليس عندي تصور فيهم، وإن كان عندك تصور فصفه لنا ونحكم ونفتي بما نرى أنه واجب. شيخ، هم الذين يرون فصل الدين عن الدولة. أي هذا، هؤلاء هم الأولين، لأن هؤلاء أخطأوا. والدولة إذا لم تعمل بالدين فهي خاسرة، وسبحان الله العظيم، كل آيات القرآن وأحاديث السنة كلها تدل على أن الإسلام هو الدولة، بمعنى أنه يجب على الدولة أن تطبق الإسلام في نفسها وقوانينها وفي شعبها. وعلى كل حال أنا أوصي إخواني المؤمنين حقا أن يثبتوا أمام هذه التيارات، لأن الكفار الآن بما أعطاهم الله تعالى من قوة الصناعة والسيطرة على الناس صاروا يريدون أن يخرجوا المسلمين من دينهم بألفاظ تشبه الحق وليست بحق، كالعولمة مثلا. العولمة معناه أن الناس أحرار كلهم سواء، سوق عواصم الكفر وسوق عواصم الإسلام على حد سواء، بع ما شئت واشتري ما شئت ولك الحرية في كل شيء. ولهذا يجب على المسلمين، على الحكام أولا ثم على الشعوب ثانيا، أن يحاربوا العولمة وأن لا يتلقوها بسهولة، لأنها في النهاية تؤدي إلى أن يكون اليهود والنصارى والمجوس والملحدون والمسلمون والمنافقون كلهم سواء، عولمة عالمية. فالواجب علينا نحن أن نرفض هذا الفكر. الحمد لله الحكام ربما إذا وجدوا الضغط من الشعب استجابوا له، حتى في الحكام الذين لا يبالون بتطبيق الشريعة. أما الحكام الذين يهتمون بتطبيق الشريعة وينادون لذلك في كل مناسبة، فهؤلاء نرجو أن يكون الدواء في أجوافهم، لا يحتاجون إلى دواء من الخارج.